اكبر عيديه خدتيها كانت من مين واكبر عيديه خدتيها كانت من مين؟ يعني انا طبعا مش فاكره قوي، بس اعتقد انه كان اكتر رقم كنت باخده كان من خالي. يعني ده اللي كان بحس الفرق بين العاديات، وجدتي طبعا وجدي الله يرحمهم، بس بعد كده هو خالي اكتر حد بيديني عيديه. طبعا بعيدا عن عيديه اهلي، يعني ماما وبابا كانت عيديه خالتي كانت بتبقى كبيره، وعيديه عمامي برضو. وانا فاكره لما كنت باخد الورق الجديد اللي هو طالع من البنك لسه طبعًا. لما باخد ورقه ب 100 كده، ما كانش لسه ال 200 طلعت، كانت الورقه إيه انت بداتي من 100، انا كنت ببدا من الخمسات والجنيهات ولا لا ما بقولك العيديه كبيره، لا العيديه الكبيره العيديه الكبيره اللي هي بتبقى 100 كده ورقه جديده نوبي. ايوه كانت دي اكبر عيديه خدتها، يعني كنت بحطهم في الحصاله بقى. الحصاله اللي ما كانتش بيبقى فيها فلوس، ها نوران بتتاخد الحصاله؟ انا مش هتكلم. لا والله لا لا، طب اهالينا هم يعني ده هم الخير والبركه، واحنا من غيرهم حاجه. بالظبط كده، ارجعي لقواعدك سالمه.